عملية ما يسمى بعلم الأثار الجوية اللاند فول أو ملامسة مركز وعين الإعصار إلى اليابسة. بمجرد حدوث هذه العملية فقد الإعصار جزء من قوته وتحول إلى عاصفة استوائية. وبالرغم من تحول لعاصفة استوائية، لأن هذا الأمر لا يعني انتهاء يعني الحالة الجوية، بل لا تزال هناك يعني التوصيات والتنبيهات قائمة من مخاطر الرياح القوية والأمواج العالية وتساقط الأمطار.